أوه زوجتي، اليوم الجمعة وأنا لدي عطلة وأنت ليس لديك عمل، ما رأيك في أن نخرج إلى الحديقة؟ أو أظن أنه لا عزيزي، يجب علينا أن نذهب لكي للسوق. لماذا؟ لكي نجلب مقاضي رمضان، إن رمضان قريب. أوه صحيح، رمضان على الأبواب. حسنا يا زوجتي، هيا اقضي الأطفال لكي نذهب. وهي أختك، هل تريد الذهاب؟ طبعا فهي سوف تذهب، لن تبقى في المنزل وحدها. حسنا هيا عزيزتي، إذا اقضي الأولاد. أوه واو أيمي، أنت مستيقظة. نعم أمي، ليس من الضروري أنك في كل مرة تيقظينا. عزيزتي جون، أنت أيضا، ما خطبكما؟ لا شيء أمي. حسنا، هل أنتما جاهزان لنذهب إلى السوق؟ أو لماذا نذهب للسوق؟ أمي لماذا نذهب للسوق؟ سوف نذهب لكي نقضي مقاضي رمضان. رمضان؟ نعم، إن رمضان قريب جدا، هل تريدان الصيام؟ طبعا، ومن يأتيه شهر رمضان ولا يريد الصيام؟ أوه أحبائي الصغار، هيا ينقصنا الكثير، فينقصنا خبز التوست وينقصنا أشياء كثيرة. حسنا هيا الآن، هيا بنا لنذهب. البسا أشياء تدفيكما. أيمي لا تلبسي هذه الأشياء، سوف تمرضين. الملابس، البسي ملابس في أكمام طويلة. حاضر، وأنت أيضا يا أمي. ترارا، لا مللت من هذه الملابس، كلما ذهلنا ألبسها سوف ألبس هذا. أختي، أختي أين هي أختي يا ترى؟ أختي، أوه وإنها تناديني. أهلا، ماذا هناك يا أوليفيا؟ سوف نذهب إلى السوق، هيا بسرعة جهزي نفسك. لماذا نذهب للسوق؟ سوف نذهب لكي نقضي مقاضي رمضان، لم يبقى عليه إلا أسبوعين. أو نعم حسنا، هيا بنا، هيا اركبي يا زوجتي، هيا لنذهب. حسنا هيا، دعونا ناكل ايس كريم ارجوكم. حسنا انتم، انت وجون ابقوا هنا. حسنا انا سوف ابقى معهم. عزيزتي اختي، انت اذهبي وانت وزوجك كي تشتري الملابس. حسنا اختي. اوه كم احب الايس كريم. اهلا اهلا، تفضلوا. من فضلك اسنان ايس كريم، بأي نكهة؟ حسنا، بأي نكهة تريدين يا إيمي؟ وبأي نكهة تريد يا جون؟ أنا أريد بنكهة الشوكولاتة والنعناع. حسنا، لدينا عرض خاص، إن اشتريت نكهة فسوف تأخذ نكهة أخرى معها مجانا، وإن اشتريت نكهتين سوف تأخذ نكهة معها مجانا. حسنا أعطيني عرض الأول. حسنا تعالي يا إيمي وتعالي يا جون، هيا. أريد واحد بالشوكولاتة. شوكولاتة شوكولاتة، ماذا شوكولاتة؟ شوكولاتة. حسنا أهلا وسهلا بكم. هيا الآن، تريد واحد بالشوكولاتة؟ ألا تريدين شيئا يا خالتي؟ لا يا أحبائي، أنا لا أريد شيء. هيا أنتم كلوا. يم لذيذ، بالهناء والشفاء، شكرا لك، عروضكم جميلة. العفو. هيا بنا. أمي أختي الصغيرة معها. نعم حسنا هيا، هل أكلتم الآيس كريم؟ نعم. كوتي 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 يا صغيرتي. حسنا سوف أشتري لها. أختي هل تريدين شراء شيء؟ لا أعرف. أمي أرجوك رشي هذا، إنه جميل. حسنا عزيزتي. واو هذه البيجامة جميلة، أرجوك أريد أن أغير عن تلك البيجامة. أوه حسنا. وأنا يا أمي، انظري إلى هذه البيجامة، إنها نفس البيجامة القديمة، ولكن حسنا هو اللي أقول لكم. لا، وأختك الصغيرة اشتري لها هذا. لا هذه للأولاد. انتظر قليلا، وهذا وهذا. أو لا 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 لا، قد وقعت في الكيس. حسنا والآن هيا بنا لنخرج، لقد اشترينا كل مقاضي رمضان ووضعناهما في السيارة بينما أنتم تأكلون الآيس كريم. أمي لماذا لم تقولون لنا؟ نحن نمزح. حسنا هل تريدنا أن نذهب إلى ذلك السوق؟ نعم هيا بنا.
هيا أعطيني هذه الأكياس أيها الصغيران. هيا أو انتظر قليلا. لا 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 يأتوا السيارة، تعالي إلى هنا. حسنا، لا إلى أين ذهبت؟ أوف. حسنا، هيا أبقي هذا الكيسان هنا. يا بنا لنذهب الآن للسوق، أمكما تريد الذهاب إلى هذا السوق. ياي إنه جميل، واو أريد الشيبسي مع التوست، هذا التوست جميل. يا حسنا حسنا هيا. وبعد شراء جميع الأغراض، هيا بنا نذهب. لا عزيزي انتظر قليلا. اختي اختي تعالي لها. انتظر يجب ان نودعهم. نعم لقد نسيت. حسنا اصدقائي انتظرونا في حلقة اخرى، ورمضان كريم على الجميع، نحبكم كثيرا، ولا تنسوا عمل اللايك والسبسكرايب. انتظرونا في حلقات جديدة وجميلة من سلسلة المعلمة الجديدة، نحبكم كثيرا والى اللقاء.